الآن مثال رقم 2، أجا واحد وقال لي جد البعد بين المستقيمين الآتيين أو التاليين. أول مستقيم كان صاد ناقص 2 سين تساوي 5، والمستقيم الثاني كان صاد ناقص 2 سين تساوي 7. احنا بنعرف عشان نطبق قانون البعد بحاجة إلى نقطة ومستقيم. اللي صار عندنا بهذا المثال بدل المستقيم فيه 2، خير وبركة، لكن نقطة ما فيه. خلينا نشوف المستقيم الأول. لو حاولنا نعرف ميله من الدرس الماضي نكتشف انه صاد تساوي 5 زائد 2 سين، يعني ميله اللي هو معامل سين الميل يساوي 2. المستقيم الثاني اللي هو صاد تساوي 7 زائد 2 سين، ميله معامل سين يعني ميله يساوي 2. الميل المستقيم الاول يساوي ميل المستقيم الثاني، معناته هذول المستقيمين مالهم متوازيين. طيب شو يعني متوازيين؟ يعني مهما امتدا لن يلتقيا، مش هيك؟ طيب شو هي كلمة البعد؟ شو معنى البعد؟ البعد هي أقصر طريق ممكن بين مستقيمين. معناته أنا ممكن يجيني لو قدامي شوي سؤال، بدل ما يقول لي احسب البعد يحكي لي احسب أقصر طريق ممكن. لما تسمع كلمة أقصر طريق ممكن يعني كأنه بحكي لك جد البعد. طيب البعد بين المستقيمين هدول من هون لهون هذا الخط، ولا من هون لهون، ولا من هون لهون؟ هم متوازيين، كل هاي المستقيمات نفس البعد. معناته أنا كل اللي مطلوب مني أخذ واحد من المستقيمين، فلنفرض أنه المستقيم الأول، وأختار أي نقطة تقع عليه وأحسب البعد بين هاي النقطة وبين المستقيم الثاني. يعني صاد ناقص 2 سين تساوي 5، خلينا نختار بدل سين أي رقم بدنا إياه، مثلا سين تساوي 1، 2 في 1 بصير 2، يعني كأنها صاد ناقص 2 تساوي 5، نجيب هاي الاثنين هون بتصير صاد تساوي 7. إذا حصلنا على زوج مرتب اللي هو 1 و7. ما لها هاي النقطة؟ هاي النقطة جبناها من المستقيم الأولاني. الآن بنحسب البعد بين هاي النقطة والمستقيم الثاني. عفوا، يعني كأنه هاي سين 1 وهاي صاد 1. هذا المستقيم بحاجة انه ينكتب بالصورة العامة، يعني كأنه صاد ناقص 2 سين ناقص 7 يساوي 0. ما بدنا نخربط، وين ألف؟ معامل سين. وين باء؟ معامل صاد اللي هي بهاي الحالة 1. وين جيم؟ سالب 7. الآن صار تطبيق القانون سهل. البعد يساوي طبعا قيمة مطلقة ألف سالب 2 في 1 زائد باء اللي هي 1 في 7 زائد جيم اللي هي سالب 7. كل هذا على الجذر التربيعي ل ألف تربيع اللي هي 4 زائد باء تربيع اللي هي 1 في 1 يعني 1. طبعا كله قيمة مطلقة، ويساوي سالب 2 زائد 7 زائد سالب 7 على جذر 5، ويساوي سالب 2 على جذر 5. نعمل لها قيمة مطلقة، إذا يساوي 2 على جذر 5، طبعا وحدة طول. ننتقل بعد قليل لمثال رقم 3.